رانا شتاوي على هاد الخدمه ما كايناش خدمونا ما كاينش خدمه صافي هذا هو اللي كاين هذا شحال نتوما هنايا احنا ديما كنتواجدوا فيه هذا حنا تريحونا في هذا الموقف هنايا كاين سيمانه جوج سيمانات ما تنقرقبوهاش ما تنخدموش والو ما كاين ما يدار عندي وليدات عندي جوج شنو الحرفه ديالك؟ ها الحرفه ديالي تنبريكولي في حمال وصافي تنهزو لا والو ما صورت والو والو شحال كدير من هنايا تقريبا؟ تقريبا شحال كدير من هنايا النهار اللي كيكون مفور؟ كاين النهار اللي تجيب الله 100 درهم كاين النهار اللي ما تنخدموش كاع سيمانه ما تتخدمش جوج سيمانات تتبقى مريح والو واش كتطلب على الدار؟ وا تنديباني وصافي بنادم تيديباني وصافي مره يخدم مره صافي هذا هو اللي كاين هو رسالة للناس المسؤولين انهم شي يبقاو يشوفوا المسؤولين على هاد الناس هادو يحنوا عليهم بشي حاجه يشوفوا من حالهم وصافي خصوصا دابا مع الغلا ديال الزياده اللي زادوا كلشي كلشي غالي كلشي غالي ما قريبي ولا بخمسه ماشي قريبي خاص بنادم يشوف الحاجه اللي تياكلها بحال الدقيق بحال الفورس بحال شي حاجه اللي بحال الدجاج اللي تيستعملها ما دالونش غايدير بدالون دالون عايز يزيدوا فيه حنا حنا راه والله حنا بغينا نخدموا حنا بغينا شي حاجه يديروا لنا شي حل هنايا بنادم يخدموا شحال ديال الناس هنايا تقريبا راه كاين هنايا تقريبا نقول شي غادي تكون تقريبا واحد 100 ديال البشر هنايا مريح في هذا الموقف هذا 100 والو مني لا والو مساكن والو لا خدم نهار يبرك جوج سيمانات ما يقرقبهاش هو 100 درهم اش غدير لي والو ما عندي ما دير 100 درهم 100 درهم بعد ما تمشي طويل والنهار تمشي طويل ما عندك ما دير والو تمشي طويل صافي تتصبر وصافي تمشي اش غدير لما خدمتيش صافي هذا هو اللي كاين والو الله يدير شي تاويل ديال الخير امين اخو الله يدير شي تاويل ديال الخير وصافي شكرا شكرا الدنيا سلام المهنه ديالك الخدمه ديالك المهنه ديالي الموقف خدمت ما خدمتش ماشي بلاش شحال عندك ديال الوليدات؟ يعني عندي ستات الوليدات باهم ميت وانا نضل في الموقف هنا ستات الوليدات ستات الدراري واش كتصفي عليهم بهذه الخدمه؟ هذه الخدمه هذا الموقف ما عندنا حتى حاجه لا لا نتريد لا يدي لا يخلي خدمنا ما خدمنا محرك شويه مره كاين مره ما كاينش نهار كاين نهار ما كاينش صافي كنشوف واش كتصفي على ديك خمسه ديال الوليدات اللي عندك؟ والله خدمنا نهار خدمو نهار ما نخدموش هذا النهار ما صورتش والو ايوا نمشيو نترزقوا الله داكشي اللي خدمناه نخدم ناكلو فيه يومين ثلاث ايام نجيو نخدمو يومين ثلاث ايام وغادي وغادي شنو الخدمه ديالك كتخدمي واش كتمشي للديور؟ ميناج صبنون جفون حكوا الماء مزيكس كنت لاغطو وصافي كنت مفتوح ليس المسؤولين انهم يلقاو واش كل واحد اللي مسؤول راه حتى يبغي يقضي فيك حاجه تو زيد نعم الله اكبر كل واحد دابا تي المعينه الوحيده اللي عندك خمسه الوليدات انك كتخدم عليهم خدموا هنايا خدامين بعدا شي خدام وشي ما خدامش جوج اللي